بحضور ممثلي 14 دولة أجنبية في منظمة APO الآسيوية لإدارة المياه، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران منتدى تخصصي قدمت من خلاله الوفود المشاركة أبرز ما لديها من المشاريع المتعلقة بكيفية إدارة أزمة المياه ومستقبل المياه في بلدانها. المطلوب حاليا هو إيجاد خطوات احترازية عملية قبل تفاقم المشكلة. نقص المياه أكثر الأزمة خطرا على حياتنا بسبب النقص الذي يخلفه غياب الأمطار والأنهار، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب في العالم، وأن هذا العدد سيزداد بحلول عام 2025 إذا استمرت معدلات الاستهلاك على حالها. إيران باعتبارها واحدة من المناطق الجافة في العالم اتخذت إجراءات كبيرة في هذا الصدد، حيث جهزت ما يقارب 1,600,000 هكتار من أراضيها الزراعية بمعدات الري الحديثة، كما أن الحكومة الإيرانية رصدت ميزانية تبلغ نحو مليار دولار لتجهيز 300,000 هكتار من الأراضي الزراعية بطرق الري الحديثة. معدل هطول الأمطار في إيران انخفض إلى 18% خلال العامين الماضيين، إذ لا يتجاوز 250 مليمترا، وهو ما يعادل ثلث المعدل العالمي، كما أن دخول المياه إلى السدود يتدنى بشكل كبير، لذا نسعى قدر الإمكان إلى معالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق كانت إيران قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية في مجال تنمية القدرات الإدارية في مجال التحكم بمصبات الأنهار والمياه الجوفية وترشيد استهلاك هذه الثروة الطبيعية. الطلب على المياه لأغراض مختلفة يتوسع بسبب تزايد السكان، وتسعى إيران إلى وضع برامج وخطط تنفيذية موجهة إلى تنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها. للنشرة الاقتصادية سليمة عيسى، العالم، طهران.